بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، مرحبا بكم أصدقائي الأعزاء في درس جديد، وهو نص شعري تحت عنوان النحلة للمستوى الثاني. نبدأ أولا بالقراءة المشتركة، تابعوا معي. أنا السلحفاة على مهلي أسير، أسعى وأقتاد وعن بطئي تروى الحكايات. أنا السلحفاة على ظهري أحمل بيتي، أنا السلحفاة بطلة السباقات. إذن رددوا معي أصدقائي النص. أنا السلحفاة على مهلي أسير، أسعى وأقتاد وعن بطئي تروى الحكايات. أنا السلحفاة على ظهري أحمل بيتي، أنا السلحفاة بطلة السباقات. إذن أصدقائي، عن ماذا يتحدث النص؟ نعم، يتحدث عن السلحفاة. إذن في نظركم، لماذا السلحفاة هي بطيئة؟ لأنها تحمل فوق ظهرها بيتها. أحسنتم. إذن سنمر الآن إلى درسنا، النص الشعري تحت عنوان النحلة. أصدقائي الأعزاء، ماذا تلاحظون في هذا المشهد؟ نعم، هناك نحلة. جيد، أحسنتم. إذن الحشرة الموجودة هي نحلة. ماذا أيضا؟ هناك ورود، مسكن النحلة. أحسنتم. إذن في أي زمن النحل، أو في أي فصل في نظركم؟ إنه فصل الربيع. نعم، ما عنوان هذا النص الشعري؟ نعم، إنه النحلة. أحسنتم. انطلاقا من العنوان ومن الصورة، عن ماذا سوف يتحدث هذا النص الشعري؟ نعم أصدقائي، سوف يتحدث عن عمل النحلة. نعم، أين تسكن؟ ماذا تفعل؟ إلى غير ذلك. أحسنتم. إذن أنصتوا إلي أصدقائي الأعزاء، سأقرأ وأنتم تابعوا معي. النحلة مخلوقة غريبة، صغيرة عجيبة، تعيش في الخلايا كثيرة الزوايا، تطير للأشجار والزهر والثمار، تمتص منها الماء وتجمع الغذاء، من عسل مصفى نأكله فنشفى. الآن سوف نمر إلى معاني الكلمات. سأعطيكم الشرح، أنتم تستخرجوا ما الكلمة المناسبة من النص الشعري. إذا لدينا بيوت النحل، ما الكلمة التي تعني بيوت النحل في النص الشعري؟ نعم أصدقائي، هي الخلايا. في البيت الشعري الذي يقول تعيش في خلايا كثيرة الزوايا، إذن فالخلايا هي بيوت النحل. أحسنتم. الآن سوف تعطوني كلمات لها علاقة بالنحلة. نعم، لدينا خلية. نعم، فهي بيت النحلة. الزهر. نعم، الرحيق، العسل. أحسنتم، كل هذه الكلمات لها علاقة بالنحلة. الآن سنمر أصدقائي الأعزاء إلى تحديد الشخصيات الموجودة في هذا النص، أو في هذا النص الشعري. نعم، الشخصيات هو الشاعر وكذلك النحلة. المكان لدينا في القرية، في الغابة، في الحديقة. الزمان قد يكون في الصباح وقد يكون في النهار. نمر إلى فهم النص انطلاقا من أسئلة. أين يعيش النحل؟
نعم، يعيش النحل في خلايا. جيد، أحسنتم. من أين تجمع النحلة غذاءها؟ نعم، تجمعه من الأشجار والزهر والثمار. لماذا النحلة هي مخلوقة عجيبة؟ لأنها تمتص الماء من الزهر وتعطوه لنا عسلا. لماذا تصنع النحلة العسل؟ إنها تصنع لنا العسل من الماء أو من رحيق الأزهار. الآن سنمر إلى التذوق الفني. ما هو البيت الذي يدل على نشاط واجتهاد النحل؟ نعم أصدقائي، نعم، هو البيت الذي يقول تطير للأشجار والزهر والثمار. إذا فهي تجتهد لكي تحصل على الرحيق لتصنع لنا العسل. الآن سنمر إلى استثمار النص. ما هو أسلوب الشاعر في كتابة هذا النص الشعري؟ بمعنى، هل هو يصف أم يحكي أم يشرح أم ماذا؟ نعم، فهو يصف. يصف ماذا؟ يصف النحلة. وماذا يشرح؟ يشرح لنا كيف تصنع هذه النحلة العسل وكيف تعيش. إذا فالأسلوب الذي استعمله الشاعر هو الوصف والشرح. اذكر بعضا من فوائد العسل. نعم أصدقائي، نعلم جميعا من فوائد العسل، فهو نستعمله أثناء المرض، نستعمله أيضا للأكل، وهناك فوائد عديدة للعسل. هل ممكن أن نعطي عنوانا آخر للنص؟ نعم يمكن، قد يكون هناك عنوان آخر مثل المخلوقة العجيبة. أحسنتم. الآن لكم نشاط منزلي ستقومون بإنجازه وترسلوه عن طريق تطبيق الواتساب. أذكر بعض الحشرات التي تشبه النحلة في نشاطها واجتهادها. البحث عن بعض فوائد العسل. البحث عن أنواع العسل. شكرا على حسن المتابعة. قبل أن تخرجوا وضعوا سبسكرايب لايك اند شير لكي يصلكم جديد الدروس.